قبل ما نبدأ عندي رجاء للوسائل الإعلام أنه من هنا فصاعدا الاسم الرسمي لأصدقائنا الموجودين داخل السجن هم معتقلون، هم في حالة اعتقال وليسوا في حالة لا إيقاف ولا أي شيء آخر، هم معتقلون سياسيون. دونك ماذا بنا إذا نذكرهم نذكرهم على أساس أنهم معتقلون. حسب ذكرهم الاعتقالات السياسية، المعتقل السياسي راهو راهي صفة قانونية لكل سجين سياسي. نتجاوزوا الحاجة الثانية، الأستاذة اسلام حمزة يوم المرافعة قالت كلمة كانت معبرة جدا للسيد قاضي التحقيق، قالت للأسف هذه القضية لا تتعلق بمؤامرة على أمن الدولة بل تتعلق بمؤامرة الدولة على المعارضين، هي مؤامرة على المعارضين تحبكها سلطة الانقلاب اليوم من أجل وضع كل الأصوات المتبقية والتي لا تزال تتحدث عن ثورة، تيار الجمهوري، جبهة الخلاص، النهضة، بعض الإعلاميين، بعض الحقوقيين، منظمات المجتمع المدني، هذم الكل اللي مازالوا يحكيوا على حاجة اسمها ثورة أو شاركوا بشكل فعال في الانتقال الديمقراطي، اليوم سيقع الزج بهم كلهم في السجن لإغلاق قوس الثورة بصفة نهائية وباتة. هذا منين نستخلصوه؟ القضية هذه على شنو بدأت؟ كيفاش بدأت؟ القضية هذه بدأت بتقرير أو سماع لمخبر قدم نفسه بنفسه، مشى قال أنا عندي معلومات، هذا حسب المحضرة، نحب نقدمهم للسلطات الأمنية في وجود مؤامرة، وقدم هذه المعلومات تحت مسمى XX يعني تحت مجهول، إلا أنه بقراءة المحضر في ظرف 3 دقائق عرفنا اسمه وعرفنا كل ما يتعلق بهذا المخبر الذي على ما معناها يحب يظهروا أنه مجهول لكنه لم يعد مجهولا بتاتا. ونجم نقول لكم السيد هذايا الآن موجود في السجن في عقوبة من أجل تأمر على أمن الدولة، هو بيدو هذا الواشي، هو بيدو مورط في قضية تأمر على أمن الدولة، تم الحكم عليه بالسجن وهو يقضي في عقوبته الآن في قضية تحت أمر على أمن الدولة. والتقرير اللي عملوا في عملية انتقامية وتصفية لكل من تسببوا في سجنه من بعيد أو من قريب بصفة مباشرة أو غير مباشرة، حتى في اللي قالوا فيه كلمة خائبة في الإعلام مثلا، عمل لهم الكل سردهم، رئيس السابق الهيئة العليا للانتخابات، محافظ البنك المركزي السابق، محافظ البنك المركزي الحالي، المنتدى الاقتصادي والاجتماعي، إذاعات، مش كان مزيك محطوطة لكن إذاعات أخرى، ديوان جوهرة FM، يعني عملية تصفية رهيبة. وسرد قصة مضحكة مبكية، مضحكة لأنها لا تمت للواقع بصلة، أخرج كمال الطيف على أساس وأنه هو رئيس عصابة مهمتها هذه العصابة تدمير تونس من 2011 إلى اليوم، وهو اللي حرك في الخيوط الكل. وشنو تدمير تونس؟ هو كل هيك الانتقال الديمقراطي، يعني الهيئة اللي عملت الانتخابات هذيك مجرمة، هذيك تتآمر معاه وتتخابر باش تحطم تونس. المنتدى الاقتصادي والاجتماعي اللي عمل دراسات عديدة على الوضعية الاجتماعية نتاع الشباب في علاقة بالحرقة، في علاقة بالبطالة، هذيك متآمر. وسائل الإعلام اللي من 2011 خذات اصطفت إلى جانب هذه إلى جانب الثورة، كيف هما مكلفين خطهم التحريري يتحكموا فيه كمال الطيف، يعني حالة من الفوضى. والإشكال وأنه تبني الملف على هذا، مش قالوا له راك قاعد تغلوظ، راك قاعد تقول في حاجات مش غالطة، حاجات غالطة،
حاجات ما تليقش، حاجات ما تركبش على بعضها، حاجات دي كونتر فيريتي ثابتة بالوقايع، يعني ثابتة بالأدلة. لا، بناوا عليها وحلوا التحقيق وبداوا يعيطوا. الوثيقة الثانية هي شهادة شاهد مجهول أيضا، 3XXXXX. الشاهد هذا يا زادة مورط حاليا في قضية في تآمر على أمن الدولة، ما هوش موقوف في حال سراح، لكنه ممنوع من السفر مثلا. عملية مقايضة دنيئة قامت بها السلطة مع ناس محالين في قضايا تآمر، حتى تعطيهم ربما بعض الامتيازات أو تخرجهم من مأزقهم في قضاياهم، في المقابل يقدموا شهادات كاذبة وروايات كاذبة وملفقة من أجل الإطاحة بالناس اللي هما عندهم مشكلة معاهم. ومعناها كي تقرأ تو الأوراق مش تخرج، وإحنا مش نتحمل مسؤولياتنا، مش خرجوا كل شيء، لأنه اللي قاعد يصير هو عملية تغليط كبيرة للرأي العام. الرأي العام مش مصدق، وأنه فرقة مكافحة الإرهاب بطمها وطميمها، فرقة الأبحاث المالية في الأبحاث المالية المتشعبة بطم طميمها، الجورجيني بوشوشة القطب القضائي للإرهاب، القطب المالي، القطب القضائي للجرائم المالية، الكلهم جندين في جرد زوز شهادات تاع زوز من ناس ملاحقين ومحكوم عليهم في قضايا تأمر على أمن الدولة. شكون ينجم يصدق وأنه هالمؤسسات تاع الدولة الكل، وزيرة العدل متجندة، رئيس الدولة برأسا متجند في قضية لساس لراس بدون مؤيدات بدون أي شيء. التهم الموجهة طولها صفحة ونصف. مجلة تاع الإرهاب، الجرائم الموجودة في مجلة الإرهاب الكل حطوها على الكل، بداية من الاغتيال، مرورا بالذخيرة، جمع الذخيرة، إلى التخابر، إلى التآمر على الأمن الغذائي والبيئي، إلى غسيل الأموال، إلى محاولة إسقاط المؤسسات الدولة، محاولة مش إسقاط، قلب الدولة، مؤسسات الدولة. في الأخر تآمر على أمن الدولة. جار بن مبارك نهار سمعه هو يسرد عليه في الليستة الكل وشد الضحك، عملوا هو يقول اغتيال، يقول الكل بيتوا. جاي قال له في الأخر، قال له سيد رئيس كيف سردت عليا هذوما الكل، أنا خفت، ما خفتش من تهم راهو سيد رئيس، خفت أنك ما تواجهليش تهمة التآمر على أمن الدولة، خاطر هذيك عندي معها قصة. أنا الوالد عام 73، 50 سنة بالضبط يوما بيوم، الوالد تم إحالته على محكمة أمن الدولة، على محكمة أمن الدولة بتهمة التآمر على أمن الدولة. قال له أنا اليوم عمري 54 سنة فخور أن والدي تحال على تهمة كيما هكا، وفخور وأنه يكون والدي عز الدين الحزقي اللي أعطاه عمره للبلاد هذية. خفت أنك ما توجهليش، قال له لكن ما نعرفش اسكو القاضي اللي وجه التهمة لوالدي أبنائه اليوم فخورين هما زاد بيه، ومشكلتي أني نحب غدوة ولادي يفتخروا بيا كما أنا افتخرت بوالدي. أمام هذه التهم احنا كي تو ندخل واحنا في التحقيق، ولا حتى قدام قبيحة البداية اللي هو الفرق اللي قامت بالأبحاث، كي توجه تهم كما هكا كنا نعتقدوا وأنه تم توجيه أسئلة في المنحة هذا. هناك معلومات خطيرة تقول أنك يوم مثل الاثنين 15 أكتوبر اجتمعت بفلان وتحدثتم عن تحضير ذخيرة مثلا للقيام بعملية اغتيال يوم 20 نوفمبر ضد فلان الفلاني، وإلا يعني أسئلة من نوع هذية بعلاقة بالتهم. أنا حضرت السماعات الكل في ملفات لدى باحث البداية ولدى قلم التحقيق، وفي ملفات لدى قلم التحقيق. الأسئلة الموجهة الكلها، أنت شكونك ساعة وكذا، ومن بعد هل تعرف فلان الفلاني خيم تركي مثلا، هل تعرف غازي الشواشي؟ هي نعرف، نعمل في السياسة في نفس الساحة.
هل أنك تحدثت معه في الواتساب؟ هي تحدثنا. هل أنت قلت له أنه هذا الانقلاب لا يمكن أن يستمر ويجب مقاومته بالوسائل السلمية؟ قلت به. غازي شويشي هل تحدثت مع عصام الشابي؟ تحدثت. جاب مبارك هل تحدثت مع شيء مع عيسى؟ هي تحدثت. ملف الكل كابتور إلكترون واتساب. إيش معناها ملف كيف تحل؟ ما فيش مؤيدات، صفر مؤيد فيه. تقرير الخبير المخبر الأول، شنو نرجع لكم بعد على شهادة المخبر الثاني وشهادة، ثم شهادة بالاسم، ما ثم حتى مؤيد. كي تحل الملف ثم مخبر، شاهد مجهول وشاهد معروف فقط. وقتاش جات له؟ شنو المؤيدات اللي لموها؟ المؤيدات الموجودة اليوم في الملف أكاهو، المؤيدات كلها كابتور إكران واتساب فقط. فيها نقاشات سياسية، فيها حتى تقطيع وتريش، فيها حتى شيء ما تتحدث مع صديقة لها على الكلام ديراتونت. مش نفدلك، باش نخرجوهم لكم الكل، باش تراوهم، معناها باش تشوفوا فظاعة الكذب وحبك القصاص الواهية. خاطر هكا الناطقة الرسمية باسم وزارة العدل وفاء شادلي البارحة عاملة عيساوية، عاملة طبيل على أساس أنه الناس اعترفتوا قضايا هامة ومكالمات هاتفية وشدوا وترصدوا مكالمات. لا ترصدوا مكالمات ولا ثم مؤيدات، لقاو كناش مكتوب عليه رؤوس أقلام كيف تنظيم التحركات بين المعارضة. نتاع كيف واحد منهم يمشي مثلا تلفزة ولا يحضر ندوة ياخذ رؤوس أقلام شنوش يقول، معناها تصريحات في الإعلام. اللي موجود في الكابتور واتساب أقل بكثير وتوتراوة بكثير مما يقوله هؤلاء المعارضون في وسائل الإعلام الرسمية، أقل بكثير بكثير جدا، فضيحة. معناها المؤيدات جابوهم كيف فكولهم لي بورتابل نتاعهم وحلوا الواتساب، يعني كي شدوهم عندهم حتى مؤيد، عندهم زوز روايات وهمية. نرجع للشاهد الثاني سوزيكس هذا اللي هو قلت لكم محال في حالة سراح في قضية أخرى وممنوع من السفر. كيف عملت عمل تصفية حسابات مع الناس اللي يعتبرهم هو متسبين في هالثورة ومتسبين في هال وشاركوا بفعالية في هالفترة نتاع الانتقال الديمقراطي. في فلانة مرت فلان قابلت فلتان في البقعة الفلانية. معناها روايات قصص بدون مؤيدات بدون وثائق بدون صور بدون ترصد مكالمات بدون حكايات نتاع قهاوي، حكايات نتاع حمام، حكايات لا معنى ولا ذوق ولا ليهم، ما يركبوش على بعضهم. معناها وجوه معروفة اللي هي ديمقراطية ويسارية وتم حتى معناها شتمها من طرف قواعد النهضة، متهمينها بالتحالف مع النهضة وقتها، عاملين مسرحية هما يظهروا زعما ضد النهضة لكنهم في الواقع هما راهم متحالفين مع النهضة. وجوه تعرفوها تو تعرفوها شكون، معناها اللي مستحيل ما يش لا علاقة. وبعد عنا شهادة نتاع السيدة مي الكسوري تقول فيها شهادة هذية اللي هي نفسها محالة زادة في قضية تآمر على أمن الدولة وفي حالة سراح وممنوعة من السفر أيضا، جابوها تشهد على التآمر على أمن الدولة. كيفاش؟ شنية شهادتها؟ قالت في علاقة بالفيديو المسرب واللي على أساسه وهو هي محالة في القضية الأخرى. هي علاش محالة في القضية الأخرى؟ على الفيديو المسرب اللي تحكي فيه على علاقتها ب سفير فرنسا السابق أوليفيي بوردافور وتحكي فيها على كانت تفكروه الفيديو الثاني نتاع المشيش اللي قالت المشيش نتاعنا أوم دو باي هذا كان نحطوه نجمو نتحكموا فيه. السيدة هذه اعترفت راهو أنه الفيديوهات صحيحة وغير مزورة، وقالت أن هي مشيت السفير فرنسا باش جبدت له اذنيه على خاطر يتدخل في شؤون الداخليه ويحب يحط خيام التركي رئيس للحكومه. اذا فخيام التركي يتخابر مع الفرنسيين
من أجل أنه يولي رئيس حكومة. هي مشيت للدفاع بالطريقة هذه، قالت أنا حبيت ندافع على السيادة الوطنية ونرفض وأنه أي أجنبي يتدخل في شؤوننا الداخلية ويتحاور ويحاول أنه يعين يقترح اسم لرئيس الحكومة. أنتم كلكم سمعتوا الفيديو يظهر لي، شكون هنا ما سمعوش؟ اش قالت له؟ قالت لها تحكي مع صديقتها، قالت لها سمعت بيه مشي قابل الرئيس منه غدوة، مشيت شربت حذاه قهوة وغسلته وشللته وقلت له هذا يا سي خيم التركي كيف وكيف الشاهد لعبة في يد الخوينجية، لذا يعيشك يعيشك ما عادش نجبد عليه يا اخي. تلما هو دخل بعضه وقال لي نو 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 سي فيني سي فيني ما عادش نجبد عليه. هذا الدفاع على سيادة الدولة. سيدة هذه عندها فيديو ثاني اللي هو مسرب وموجود وبصوتها تقول لازمنا نعينوا المشيشي لانه سان نوم دو باي والقصر ينجم يتحكم في الحكومه كما يحب ويشتهي. السيده هذه مشاهده في قضيه الحال، واذا في حين وانه خيم تركي، جورب مبارك، شيماء عيسى، رضا بالحاج، غازي شواشي وغيرهم محالين بدون ما انه تكون عندهم اي محادثه او بدون اي اثبات على اي محادثه مع اي طرف اجنبي حول الوضع الداخلي في تونس. هي مشيت تتحاور وتتناقش وتنيغوسي في رئيس الحكومه مع اوليفيي بوافغ داغفور، لكن هي شاهده هما متهمين بالمؤامره. هي ثابت انها تناقشت في امر رئيس الحكومه، رئيس الحكومه مع سفير فرنسا، هي شاهده. اما اللي ما ثابت عليهم حتى شيء هما محالين. هي ثابت وانها كانت تحب تسمي المشيشي رئيس حكومه والمشيشي تسمى رئيس حكومه، يعني ثابت انها اثرت على راي رئاسه الجمهوريه وقرار رئاسه الجمهوريه، ثابت وانها اثرت على قرار رئاسه الجمهوريه وكانت وراء تسميه المشيشي اللي هزنا الوضع هذا، وهي شاهده. اما هو مش عملوا عاد البارتي الثانيه نتاع المشيشي نحاوها من الشهاده نتاعها، ما حطوهاش هذيك، حتى كان الفيديو نتاع بوافغ داغفور. وتقول في شهادتها انه الناس هذوما معناها يتآمروا باش يسيطروا على دواليب الدوله، وهذه مساله سياده وطنيه. انا اخجل، انا اخجل اخجل ان اليوم بعد 12 سنه ثوره نلقاو ملف خاوي، ملف نتاع حيدرابك، ملف نتاع سوق نتاع حمام يتوقفوا قامات من المناضلين الحقوقيين، المناضلين السياسيين مش نتاع بعد 14 جانفي، مناضلين تاريخيين يتحالوا لتهم تهز للاعدام 15 مره وترجعهم، كل تهمه فيها اعدام، كل تهمه موجهه لهم فيها اعدام، عقوبتها الاعدام، من اجل انهم يحكيوا مع بعضهم على مسائل سياسيه عاديه حول الوثيقه مثلا اللي شدوا فيها على خيم تركي، خطه طريق عملها لتوحيد المعارضه للانتخابات المقبله، كيفاش ندخلوا الانتخابات المقبله؟ كيفاش نوحدوا المعارضه ونقدموا مرشح موحد؟ كيفاش باش نحاولوا انه نضغطوا باش الانتخابات تصير؟ هذيك تآمر على أمن الدولة، لأنه المعارضة ما عادش عندها حق باش تشارك في الانتخابات، لأنه ما عادش عندنا انتخابات، احنا المرة الجاية باش نعملوا عملية شو يسميوها هي تزكية للواحد القهار، بيعة، باش نعملوا بيعة، اليوم كي تتناقش أنت كيفاش باش تنظم صفوفك كمعارضة باش تدخل الانتخابات، هذيك تآمر. اليوم كي تعمل اجتماع في مقر الجمهوري والبوليسية اللوطة واقفين وشافوا شكون طلع وشكون هبط، وانا واحد كي حكيت مع يسام قال لي حتى باب المقر هذا عملنا الاجتماع باب مقر محلول، معناها اللي يدخل اللي يطلع في الدروج يدخل باب محلول. هذوك متآمرين على امن الدوله. اذا اؤكد لكل وسائل الاعلام واتحمل مسؤوليتي، واذا اي حد من السلطه هذه عنده اي دليل اخر فليخرجه، واتحداهم انهم عندهم دليل واحد فقط، وثيقة واحدة، صورة واحدة، تسجيل واحد
فيه أي تآمر أو حالة اغتيال أو ذخيرة أو معناها أو هذا كمية التهم الكل، أنا نتحداه يخرجوا الرأي العام، لأنه إحنا مش نخرجوا كل شيء للرأي العام، كل شيء بيطم تميمه الملف باش يخرج. ثم ندوة صحفية تعمل نهار الخميس لهيئة الدفاع، وسنخرج كامل الوثائق، خاصة أنه أغلب الوثائق قاعدة تدور توا في وسائل الإعلام. تهم عناوين بدون مضمون، مضمونها فقط ديكابتور واتساب حول نقاشات سياسية عادية وفيها حتى هزلية وفيها حتى مضحكة. شكرا لكم.